فتيحة مش كده؟ يا موحى يا ابن الايه؟ ايه ده؟ مستغربش يا جيك، المشي ده مش صح. طالع عندي مين يا بيه؟ المكتب اللي في الرابع ده مكتب. ماشي يا بيه، ما تخافش، سيب عربيتك وانا هركنها لك، والمفاتيح هطلعها لك فوق يا بيه. فاكر اني خلصت من اللي فات، كنت فاكر انه مات واندفن. طلعت لي من انهي قبر يا فتح الكلب؟ ايه يا ابن والدي؟ مالك في ايه؟ تستعر مني؟ خلاص بقيت واحد تاني؟ سرقت ولا نهبت عشان تبقى في الايافه دي كلها؟ يا دي النور نورت يا سعادة الباشا مكتبك. يا سلام، ايه ده، نورت المكتب. مكتب نور؟ مكتب ايه يا باشا؟ ده انت نورت شارع المشتل. شارع المشتل ده ايه؟ ده مصدع والدق كله يا باشا. اللي بنيته في سنين يطلع العفريت من الضلمه يهده في ثانيه. هو ده الحظ لما يلطش. كان مستخبي لي فين الواد؟ كان صنايع كهرباء سيارات ازاي بقى زايز وفي الدق؟ لقوا من قلة البخت يقف لي تحت العمارة اللي فيها مكتبي. يا عيني على الصدف. الواد ده لازم يسكت، يتقطع لسانه قبل ما يطرطش بكلام. اعمل سعادتك القهوه ولا اجيب حاجه ساقعه؟ اعمل قهوه. حاضر. امي الله يرحمها دعت لي بحاجتين، الجنه والشغل مع سيادتك. الله، بطل مهيصه وشغل القرود ده يا رضا. انا بشوش، والله بشوش يا فندم. سعادتك تحب تامرني بحاجه في الوقت الحاضر؟ امشي. بيحصل يا باشا. بشوش. وشه فكرني بأيام سودة، كان متهيألي إنها غارت في داهية. وش الكلب ده كلب لي ناس كنت فاكر إنها ماتت من زمان. ناس لو تعرف حكايتي معاهم هيطير الحلم اللي عشت حققه. لا، من أولها كده الكلب ده لازم يتلجم. الناس كلها قالت لي انت ازاي مش شايفه؟ كلهم كانوا شايفينه بيتغير الا انا، ما كنتش عاوز اشوف اللي بيحصل. الدنيا لما بتغر النفر بيتغير،
هل وانا زي اللعبة الدخل عليه وفاتح دراعاتي؟ بس انا صاحبك، انا صاحبك يا جدع. قوم فز يا واد اجيك، عملت ايه في ليلتك المهببة دي؟ فوت قدامي. انت عامل دوشة ليه يا زبالة؟ رد على الباشا. يالا عملت ايه يا باشا؟ انا عملت ايه؟ مش قلتلك مش عايز شكوى منك؟ فتح لي صدرك ومش همك حد يرحمك؟ ولا الشارع ده فيه ناس مهمة، ولو حد منهم معجبوش عادتك هنفخك، فاهم يا؟ فاهم يا باشا، فاهم. لم نفسك بدل ما لمك، مش عاوز وجع دماغ وشكوى من ناحية امك يرحمك بدل ما علقك. يلا ادخل يا. حاضر يا باشا، حاضر. انت ما جيتش انا ليه بلغني ان في مكتب محامي فتح في 16؟ يا باشا انا كنت مستنيهم يقفلوا وهاجي ابلغ سعادتك. المرة دي هعديها لك، لكن لو تكررت احبس امك. امشي جنب الحيط احسن ما البسك فيه، فاهم يا معفن؟ فاهم يا باشا، فاهم. دي اول مرة حد يشتكيني. مين ده اللي اشتكاني الممدوح باشا؟ مين اللي حاططني في دماغه ورمي بالها عليا والباشا يقول لي فاتح صدرك؟ انا فاتح صدري، انا اللي ماشي جنب العيد عالم. رب العمل الأستاذ سميح منبه عليا، لما أنت تجيب المفاتيح تدخل تديها له. استنى، تعالى ادخل. سابوك اهو. هما مين يا بيه؟ اللي كنت عنده؟ لا يا بيه، انا كنت في اسم الدقي. اصل الباشا رئيس المباحث بيعزني حبتين، سواعي كده بيبعت لي. عبد الله اخرني عليك يا بيه. بيعزك؟ عشان كده سابك؟ لا يا بيه، هما هناك عارفيني كويس. وده سبب يخليهم يسيبوك؟ انا ما عملتش حاجه عشان يقعدوني عندهم. هو انت كنت عملت ايه اصلا عشان ياخدوك؟ ما عملتش حاجة، انا بتدارى في شؤون الحيطان. يبقى في حاجة بتخليك تدارى في الشؤون؟ ليه كده؟ انت عارفني كويس يا سميح. بيه، سميح بيه، اوعاك تنساها دي. لا يا بيه، ما بنساش حاجة. لا يا حلو، لا يا برم، في حاجات لازم تنساها. انا كنت فاكرك صايع وهتقراها، لكن الظاهر اني لازم اوعيك. سميح بتاع جزيرة بدران اللي كنت تعرفه ده راح، طار في الهوا، اختفى، ما عادش له وجود. فهمت ولا اشرح؟ فهمت بيه. مش ذنب انا انك وقفت مكانك وفضلت محلك سر، كمان بقيت سايس عربيات في الشوارع ملطشه للي عايز. ها؟ مش ذنبي. علشان كده بالذات عايزك تتقي شري. اللي انت عايزه سميح بيه. عايز نمشي ما وراكش وشي تاني، ماشي. عايز نمشي واسيب الحته خالص، برضه ماشي. هتروح فين؟ بعد ما عرفتني وعرفت مكاني؟ ده كلام يا راجل حد عاقل يقوله؟ انت
هتفضل مكانك وتحت عيني، واللي هقوله بس هو اللي يتنفذ. حاضر يا بيه، اللي انت عاوزه. اللي عاوزه انك تفضل تحت عيني. هو عقلك يوزك او يفهمك اني مش هعرف اجيبك لو زغت من هنا. انت ما تعرفش انا ايدي طايله قد ايه. يلا يا حبيبي روح شوف اكل عيشك. وبالمناسبه هما سابوك في الاسم عشان مفاتيحي كانت معاك.